السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج البوابه. زي ما عودناكم ان احنا كل حلقه بنتكلم في موضوع مختلف. مواضيع فاتت كتير اتكلمنا عن الخجل ازاي تتخلص منه، واتكلمنا عن التنميه البشريه في اربع كلمات، وعندنا سلسله جذب شريك الحياه. النهارده في حلقه جديده من برنامج البوابه هنتكلم على ازاي تبرمج حياتك في اربع خطوات. لو مشيت عليهم باذن الله هتبرمج حياتك جدا للنجاح اللي انت عايزه او الهدف اللي انت كاتبه في حياتك. في حاجات كتير جدا في حياتنا بتاثر فينا وبتبرمجنا واحنا مش حاسين بده ومش واعيين بده. بنبدا برمجه من واحنا اطفال صغيرين، الاب والام بيبرمجونا على الخير او الشر، ان الكذب حلال او الكذب حرام، اعمل خير عشان تدخل الجنه، ابعد عن الشر عشان تبعد عن النار. ده كل حياة قيم احنا اتربينا عليها وبرمجة اتربينا عليها من واحنا صغيرين. بعد كده يبدأ يبرمجنا المدرسة ويبرمجنا اصحابنا. علشان تغير برمجتك بتحتاج لوقت كبير، عشان كده حضرتك لو عندك مشاكل في حياتك او عايز تتغير خد وقتك جدا. بس النهاردة هقولك على اربع خطوات لو مارستهم باذن الله هيساعدوك جدا انك تغير حياتك. الخطوة رقم واحد بتقول انت بتتكلم عن نفسك ازاي. انت بتتكلم عن نفسك ازاي؟ هل انت من النوع اللي لما تيجي تتكلم عن نفسك تقول مشكلتي اني انسان ضعيف، ومشكلتي ان انا عندي قدرات محدودة، ومشكلتي اني معيش فلوس، ومشكلتي ان الناس ما بتحبنيش، وي وي وي. بمجرد ما تبدأ تتكلم عن نفسك كتير بطريقة سلبية وتبدأ تذكر عيوبك كتير، اللي بيحصل ان عيوبك بتزيد. تخيل معايا دلوقتي لو قلت لك وانت قاعد ابدأ قول لنفسك انا قلقان قلقان، مشكلتي اني قلقان الآن الآن. هتلاقي نفسك بعد فترة وانت بتقولها، حتى لو كنت بتقولها وانت مش حاسس بيها او بتقولها بهزار، بعد كده تحس بيها وتحس انك بدأت فعلا تقلق. ده اللي احنا بنعمله. طول ما انا بقول لنفسي انا انسان قلوب، طول ما بقول لنفسي انا شخص عصبي عصبي عصبي، العصبية بتبقى صعب جدا تبعد عني. عشان كده دايما اتكلم عن نفسك بطريقة ايجابية. اول خطوة في برمجة حياتك انك تتكلم عن نفسك بطريقة إيجابية. وزي ما احنا عارفين الحلقة بتاعتنا اسمها برمج نفسك في اربع خطوات. الخطوة رقم واحد بتكلم عن نفسي بطريقة إيجابية جدا. طيب في بعض الناس تبدأ تقول طب انا عندي مشكلة، يعني عندي مشكلة ان قدراتي فعلا محدودة او ثقتي بنفسي قليلة، فهل معنى كده ان اتكلم عن نفسي وبطريقة حلوة ما انا مش هصدق نفسي؟ احنا رقم واحد، انت لو ما عندكش ثقة بالنفس بس بدأت تتكلم كتير ان ما عندكش ثقة بالنفس، اللي هيحصل ان عدم الثقة ده هيزيد جواك، فهتبقى انسان ما عندوش ثقة بالنفس خالص جدا، وهتدخل في مراحل متدهورة اكتر. انما الافضل انك تعمل ايه؟ انك تتكلم على انك عندك ثقة بالنفس، انك تبدأ تشوف ناس عندها ثقة بالنفس وتبدأ تقلدهم وهم شغالين، وده هنتكلم عليه في حلقة جاية بإذن الله اسمها الأوتوجينيك. بس النهاردة على الاقل ابدأ بكلماتك، خلي كلماتك عن نفسك دايما كلمات ايجابية، كلمات محفزة. جرب ابدأ من النهاردة كده، جرب انك تتكلم عن نفسك بطريقة مختلفة. لو انت من نوع الناس اللي بيتكلم كتير عن اهدافه واحلامه وبيجي في النص يبدا يقول بس مشكلتي اني فقير، او مشكلتي اني ما عنديش، ان طموحي قليل، او ليا سقف لطموحي، اعرف اني هبقى ليك سقف لطموحك ومش هتحققه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اذا دعوته ونفض دعوه بالفردوس الاعلى، اطلب اعلى حاجه. فانت كمان في احلامك وفي طموحاتك وفي ثقتك بنفسك اطلب اعلى حاجه وابدا شغل جسمك عليها وكانك تمتلك الحاجه دي. فعندنا في اربع خطوات لبرمجه حياتك. رقم واحد اكتب هدفك، وندخل على رقم اتنين. خطوة رقم اتنين اسمها حياتك في خلفيتك. خلفية الموبايل اللي في ايد حضرتك يا ترى حاطط عليها ايه؟ النغمة اللي بتسمعها يا ترى هي ايه؟ يعني لو حضرتك نغمة الموبايل بتاعك حمادة هلال دايما دموع دموع، يعرف ان حضرتك هتعيش في الدموع اطول فترة ممكنة. كمان لو حاطط خلفية، الخلفية دي مكتوب عليها حاجة سلبية، خلفية الموبايل بتاعك، خلفية اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك، اي حاجة بتشوفها عينيك بتأثر فيك. لو حضرتك حاطط صورة عندك في البيت في الاوضة بتاعتك او في المكان اللي بتنام فيه وعينك بتشوفها كتير جدا، حتى لو انت مش واعي بده، عقلك اللاواعي بيبدأ يلقط الصور دي وبتأثر بيها جدا. عشان كده خلي بالك من الحاجات اللي حواليك، خلفياتك اللي حواليك خلي بالك منها جدا جدا. غير الخلفية بتاعت الموبايل بتاعك، حط حاجة انت مؤمن بيها، هدف عايز توصله. غير الخلفية بتاعت اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر، حط حاجة انت برضو عايز توصلها او حاجة انت حققتها. وده بينفع كمان جدا للناس اللي عايزة تخس. لو حضرتك تخين وعايز تخس، هات صورة ليك قديمة، الصورة دي كان جسمك كويس فيها، حطها خلفية على
الموبايل او على اللابتوب بتاعك، هيبدا عقلك اللاواعي يشتغل عليها. كمان من الخلفيات او الحاجات اللي حوالينا مهمه جدا موضوع الاغاني، انت بتسمع اغاني ايه؟ لو حضرتك من النوع اللي بيحب نوعيه الاغاني زي مصطفى كامل واغاني حزينه قوي، اعرف ان حياتك هتعيش على نفس المنوال. لو بتسمع اغاني شعبيه صديق خان صديقه، اعرف انك اقرب للخيانه، انك تخون او تتخان. لو حضرتك من نوع الناس اللي بيسمع اغاني رومانسيه، اعرف ان انت من النوع اللي هيجذب الحب بسهوله قوي. ولو انت من النوع اللي بيسمع اغاني ست ام كلثوم وفيروز، اعرف انك انسان هتعيش في روقان وافكارك هتبقى صافيه. ولو انت بتسمع قران كريم، طبعا ده اعلى تردد وافضل حاجه ممكن حضرتك تسمعها. انما ابعد عن الاغاني السلبيه، ابعد عن المسلسلات السلبيه، البرامج السلبيه، كل حاجه بتبعت لك افكار سلبيه اعرف انها بتاثر في حياتك وبتوقفك في مكانك. عشان كده الخطوه رقم 2 تقول حياتك في خلفياتك، غير خلفيه الموبايل بتاعك، غير خلفيه اللابتوب، ابدا ظبط حياتك من اول وجديد. وخصوصا اهم حاجه في حياتك هي الاغاني اللي بتسمعها، او حضرتك لو مسلم تقدر تسمع القران الكريم، ولو مسيحي تقدر تسمع ترتيلات للانجيل. المهم انك تقدر تسمع حاجات بتسعدك، تقدر تسمع اغاني فيها طاقه وفيها تحفيز زي حمزه نمره وبعض المطربين زي ماهر زين اللي يقدروا يديك طاقه ايجابيه. ابعد عن الاغاني السلبيه والاغاني اللي بتزرع جواك افكار سلبيه، وعلى قد ما تقدر خلي طاقه جسمك دايما بتتجه للحاجه الايجابيه وتبعد عن الحاجه السلبيه. وهنروح دلوقتي للخطوه رقم 3. خطوه رقم 3 هي انت مصاحب مين؟ اصحابك هم عنوانك. يعني حضرتك لو مصاحب ناس متفائله جدا، اعرف ان هم هينقلوا لك طاقه ايجابيه، ولو مصاحب ناس متشائمه جدا، اعرف ان هم هينقلوا لك طاقه سلبيه. عشان كده راجع حياتك وراجع اصحابك، اصحابك هم عنوانك. يعني حضرتك لو انت مش عارف انت انسان ناجح، انسان متفائل او متشائم، عايز توصل لحاجه مش عايز، ابدا راجع حياتك واولها اصحابك. لو اصحابك من نوعيه الناس اللي عندها هدف قوي، اعرف انك زيهم حتى لو لسه ما حددتش هدفك. لو اصحابك بيحبوا ينموا على الناس كتير، اعرف انك زيهم. علشان كده في بعض الناس تبدا تقول لي طب انا اصحابي سلبيين جدا، هل اقاطعهم واعرف ناس جديده؟ اللي بيحصل انك ما ينفعش تقاطعهم، عشان لو قطعتهم احنا مش عايزين نعالج حاجه سلبيه بحاجه سلبيه اكتر. انت كل اللي هتعمله هتبدا تتعامل معاهم اقل شويه وتصاحب ناس جديده. مين الناس الجديدة اللي هصاحبها؟ ناس عندها نفس هدفي او ناس حققت اهدافها. يعني انا لو عايز اكون صحفي، انا اقدر اصاحب صحفيين فهبدأ اوصل لهدفي بسرعة اكتر، او اصاحب ناس عندها نفس الهدف ان هم يكونوا صحفيين، فبالتالي احنا الاثنين بنفكر بنفس الطاقة فنوصل لهدفنا بسرعة اكتر. من النهاردة، من دلوقتي حالا، ابدأ راجع حياتك مين اصحابك، وابدأ شوف مين هتبقى عليه قوي ومين من اصحابك عايز تبعد عنه حتى ولو لفترة بسيطة، عشان ترجع تعيد حياتك من الاول. وخلي بالك ان كل حاجة حواليك بتأثر فيك وخصوصا اصحابك. وندخل على المرحلة الرابعة. خطوة رقم 4 او المرحلة الرابعة، اكتب هدفك. كم واحد فينا محدد هدفه قوي بس مش كاتبه على ورقة وقلم؟ كم مرة كتبت هدف ليك زمان وتحقق؟ كم مرة كتبت مواصفات شريك حياتك وجذبت شريك حياتك اللي انت عايزه بالظبط؟ الناس اللي بتحط افكار بس او بتحط هدفها في دماغها بس، هي دي الناس اللي ممكن تجذب بالنسبة ما بتعديش 10%. الناس اللي بتكتب الهدف دول اللي بيعدوا وممكن يوصلوا لحد 50%. ولو كتبت هدفك بشعور واحاسيس هتوصلوا بنسبة اعلى. وفي بعض الناس مش بس بيكتب هدفه، ده كمان بيعيش هدفه. فلو عايز مثلا يشتغل في بنك، هو بيكتب انه شغال في بنك معين وينزل يزور البنك ويصاحب ناس في قلب البنك. ولو عايز شريك حياة، بيكتب مواصفات شريك حياته. انا ليا صديق مش بس كتب مواصفات شريك حياته، رسم كمان مواصفات شريك حياته، رسمها صورة قدامه وبعد كده لقاها وجذبها ليه، وهم متجوزين دلوقتي معاهم فريدة ربنا يخليها، وبنتكلم برضو عليه في حلقات جذب شريك الحياة. فاكتب هدفك، انت عايز ايه بالظبط. من الناس اللي كانت محددة اهدافها جدا وهي عارفة عايزة ايه بالظبط، هي الممثلة الشابة شادة جودة. كتبت عندها في البيت هي عايزة ايه، انا مش هحكي لكم، هنسيب شادة تتكلم عن تجربة بتاعتها، عن كتابة الاهداف وازاي وصلت لاهدافها. ونرجع تاني نختصر الاربع خطوات علشان باذن الله تكون حطيت رجلك على اول الطريق. وارجع لكم تاني واشوفكم تاني على خير. زيكم، انا شادة جودة،
انا مصدقه جدا في قانون الجذب علشان ده حصل لي فعلا في حياتي. زمان وانا صغيره كنت بحب السينما وكنت بحب التلفزيون وكنت بقعد اتفرج كتير، كنت بقعد امثل الافلام والمسلسلات بعد ما تخلص انا لوحدي في البيت واجيب المخدات واجيب العرايس والعب بيهم. ومن كتر ما انا مصدقه ده رحت على الحيطه وحفرت ان انا النجمه شادة جودت. طبعا في البيت هزروا وضحكوا وايه اللي انت بتقوليه ده ومش عارف ايه وتمام تمام وخلاص. وجه عليا اليوم اللي شفت فيه اسمي على التتر مكتوب شادة جودت، ولحد دلوقتي انا سايباه محفور في البيت علشان ان شاء الله هيتكتب النجمه شادة جودت في يوم من الايام. عايزاكم كلكم تصدقوا جدا حلمكم، تصدقوا كل حاجه انتم بتحبوها، امشوا ورا الحلم، اكتبوا اكتبوا في اي حاجه، اكتبوا في ورقه تفضل على طول قدامك، اكتبوا على الحيطه، انقشوا حتى على المكتب بتاعك، بس دايما خليك شايف حلمك قدامك، ما تخليهوش يضيع منك علشان تقدر ان شاء الله في يوم من الايام توصل. طيب اكيد في سؤال دلوقتي في ذهنك، هو ابدا ازاي؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا. الاهم من ابدا ازاي انك تحط الفكره جواك وانك فعلا تبدا. لو عايز تبدا فعلا صدقني هتقدر تغير كل العالم ده بمجرد ما تحط فكره صغيره جواك، هي عايز اتغير او عايز اوصل للاحسن او عايز حياتي تبقى افضل او عايز احقق حلمي. بمجرد ما تبدا تغير الكلمات السلبيه اللي في حياتك وتقول من النهارده انا انسان ناجح، صدقني الفكره تنجذب ليك وهتغير العالم. وفي حكمه بتقول اذا اردت ان تغير العالم فلتبدا بنفسك، وانا عايزك من النهارده تبدا بنفسك. واشوفك في حلقه جديده باذن الله من برنامج بوابه. اشوفكم على خير. محمد زكريا.